شهدت المكتبة الوسائطية لمؤسسة محمد السادس بطنجة حفل توقيع ديوان أنت الصمت للشاعرة المغربية بهيجة بقال القاسمي، ديوان بطبع أنتوي تعبر فيه عن أحلام المرأة ومشاعرها في صمت. حقيقة كان حفلا جد متميز بالحضور المتميزين والدكاترة الذين شرفوني بكتابتهم القيمة حول ديواني الذي عنونا أنت الصمت، هي نصوص كتبت سنة 2011. الشاعرة بهيجة القاسمي البقالي دائما تفاجئنا بإبداعها، لأن هذا الإصدار الثاني لها، وهي دائما تتحدث عن الصمت، ولدرجة أنها أصبحت شاعرة الصمت بامتياز. ولكن الصمت هنا هو نوع من المجاز، والصمت يعني العكس الذي هو البوح، فهي في حقيقة في صراع كامرأة عربية مسلمة محافظة بين أن تظل صامتة وبين أن تبوح بمشاعرها وبأفكارها. أنت الصمت هو ثالث ديوان للشاعرة بعد ديوان صراخ الصمت الذي أصدرته بالقاهرة سنة 2012، وديوان على نوافذ صمتك، صمت تعبر من خلاله الشاعرة عن صراخ الأنثى الداخلي.